أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن لكتسيون 90، وده يعتبر بداية منهجنا. عنوان الدرس زي ما احنا عارفين جيزوند هايت، اللي هي الصحة. بداية الدرس بيتكلم عن طبعا الكلمات، وهي عبارة عن الكيربرتايل، أجزاء الجسم. فلازم كل واحد فينا هيحفظ الكلمات بالأرتكل الخاص بيه، سواء كان دير أو داس أو دي. فهنبدأ بالعمود اللي هو ايه تحت الدير بالترتيب: دير كوبف اللي هي رأس، دير موند اللي هي فم، دير هالس اللي هي رقبة أو حلق، دير تسان سنة، دير آرم ذراع، دير باوخ بطن، دير روكن ظهر، دير فينجر إصبع، دير فوس قدم. بالنسبة للي أدواتهم داس، عندي داس هار شعر، داس أوج عين، داس أور أذن، داس باين ساق. اللي أدواتهم دي ناز أنف، ودي هاند يد. طبعا أنا بحفظ الكلمات زي ما هي مكتوبة كده بالنص، فكده هي في حالة الزنجولار المفرد. لو في أي إضافة على الكلمة يبقى كده تحولت للجمع. مثال كلمة أوج هنا أداتها داس، لو اتكتبت أوجن بإضافة الإن أصبحت جمع، وتتحول الأداة على طول لإيه؟ لدي، لأن احنا زي ما عارفين جميع الكلمات في الجمع أداتها دي. مثلا داس أور الجمع دي أورن. طب لو قلنا دي هاند دي هند، بيبقى في أوملاوت وإيه في نهاية الكلمة. يهمني كلمة فينجر لأن هي مفردها زي جمعها، فهي في المفرد تكتب دير فينجر، وفي الجمع بتكتب دي فينجر. طب انا اعرفها مفرد او جمع ازاي؟ طبعا ده هيكون من خلال الفيرب. مثلا هقول دير فينجر است، طب دي فينجر زند، يبقى انا بعرف من خلال الفعل اذا كانت مفرد او جمع. هناخد دلوقتي بقى الفيشتج فراجن بتاعه الدرس، اللي هي الاسئله المهمه بتاعه الدرس اللي هي ممكن تجيلي في الايميل. طبعا بما اننا بنتكلم على الجزوند هايت او الصحه، فبيبقى اول سؤال انا بساله عن البيفندن، عن الحال. السؤال اسمه في جيتس دير، كيف حالك؟ طب لما اجي ارد لو انا كويس هقول اس جيت مير جود او دانكي جود. طبعا في فرق في الردين، ده رد كامل اما ده رد مختصر. فلو جالي في الايميل يبقى لازم اجاوب بالطريقه الاولى. اما في سؤال المواقف ممكن يجي لك واختاري الاجابه الصح، يبقى ايه الرد؟ يبقى طبعا دانكي جود. لو انا الحاله بتاعتي مش كويسه يبقى انا ممكن ارد بالثلاث ردود اللي بعد كده: اس جيت مير نيشت جود، اس جيت مير شلم، اس جيت مير شلشت. وصفه شلم وشلشت هي العكس لصفه جود. طيب واس هاس دو، ايه اللي عندك؟ هرد اقول ايش رابع، انا عندي كوبف شمرتسن بمعنى صداع. لو حبينا نفهم الكلمه دي عباره عن ايه، عباره عن جزئين، كوبف اللي هي راس وشمرتسن الام. جمعت الكلمتين مع بعض يبقى ألام بالرأس اللي هي الصداع. طب لو قلت ألام بالبطن يبقى باوخ شميرتسن، ألام في العين أوجن شميرتسن. يبقى أنا بكتب جزء الجسم وبعده كلمة إيه؟ شميرتسن اللي هي ألام. طيب لو أنا عندي جريب، جريب اللي هي الانفلونزا، فيبر حمى، شلاف شتورنجن أرق بمعنى مش قادر ينام. يبقى هنا السؤال عن المرض بيكون بفاس هاستو، إيه اللي عندك؟ طيب عايز أسأل فاس تو دفي، ماذا يؤلمك؟ السؤال ده دايما الفيرب فيه هيكون مفرد توت، يبقى فاس توت في. لما اجي ارد الرد ممكن بقى استخدم فيه توت او استخدم فيه الفيرب في الجمع اللي هو تون. طب مين اللي يفرق معايا في الرد؟ انهي جزء من الجسم انا بستخدمه؟ فلو قلت ماين كوبف كده راسي، يبقى ماين كوبف توت في، راسي يؤلمني. ماين اوجه توت في، عيني تؤلمني. ماين هاند توت في، التلات جمل دول كانوا في حاله الزنجولار المفرد فاستخدمت توت. طب لما اقول ماين هند تون في، غيرنا الفيرب تون لان انا غيرت كلمه مثلا هاند لهند، يبقى اصبحت جمع. يبقى اول ملاحظه في الاجابه على السؤال ده ان انا لازم احدد، لو جزء من الجسم مفرد يبقى بستخدم توت، لو جزء جمع يبقى بستخدم تون. الحاجه الثانيه ماين ولا ماينه؟ طب امتى اقول ماين وامتى اقول ماينه؟ ده بيعتمد على أداة الجسم، أداة جزء الجسم اللي أنا بستخدمها. فعندي كلمة كوبف أداتها دير، كلمة أوج أداتها داس، فهنستخدم معاهم ماين.
أما مع كلمات الأداة دي سواء كانت دي الفيمينين المؤنث أو دي الجمع زي كلمة هند، هستخدم في الحالة دي مين؟ ماين. طيب لو عاوز أسأل في زيت داين هاند أوس، طبعا واضح من السؤال إن هنا في فعل منفصل اللي هو أوس زيهن. الفيرب ده معناه يبدو، يبقى أنا بسأل كيف يبدو أو كيف تبدو يدك. في الحالة دي برد، ممكن طبعا أجاوب إجابة كاملة أقول ماين هاند زيت ديك أوس، بمعنى يدي تبدو متورمة. طيب أنا مش عايز أعيد تاني، بدل ما أقول ماين هاند أعوض عنها بالضمير المناسب لي. كلمة هاند أداتها دي، يبقى لما أجي أعوض عنها أعوض عنها بضمير زي. طب لو أنا استخدمت بدل هاند كلمة أور، أور أذن أداتها داس، يبقى في الحالة دي أستخدم إس. طب لو استخدمت كلمة كوبف، كوبف أداتها دير، يبقى عوض بمين؟ بإير. لازم أراعي الحاجة دي وأنا برد طبعا، سواء استخدمت إير ولا إس ولا زي، بيبقى حسب أداة الاسم اللي أنا بتكلم عنه، وطبعا الحاجات دي عارفينها من أولى ثانوي. دي بالنسبة للأسئلة المهمة داخل الدرس. هنا هنستخدم الفيشتجيزتس، الجمل المهمة في الدرس اللي أنا هستفيد بيها في كتابة الأوفزاتس لو جالي، عن مثلا إن أنت تعبان. طب أول جملة هكتبها إيه؟ ايش بين كرانك، انا اكون مريض. يبقى كرانك دي ادجكتيف صفه، فلازم يستخدم مع فيرب زاين. الجمله الثانيه ايش هابش تارك شمرتسن، انا عندي الام شديده. يبقى كلمه شمرتسن الام، قبلها بحط شتارك فبتديني معنى الام شديد. طبعا بستخدم فيرب هابن عشان شيء يمتلك، ايش هابش تارك شمرتسن. ماين كوبف تود في، راسي يؤلمني. ماين كوبف است هايس، راسي ساخن بمعنى ان انا سخن. ماين باين است جبروخن، ساقي مكسورة. ماين اوجي است ديك اون روت، بوصف عيني بان هي ديك متورمة، روت حمرة. طبعا ممكن استخدم بجانب التعبيرات دي از جيت مير نشت جوت اللي احنا خدناها في الجزء اللي قبل كده. طيب ايه هعمل ايه بعد كده؟ ايش جيهت سوم ارتست، انا اذهب الى الطبيب، وراعي ان هنا وجود حرف الجر سوم مع كلمة ارتست، الى الطبيب. هيبدأ الطبيب ينصحني شوية نصائح، النصائح كلها بتاعت الدكتور لازم استخدم فيها المودال فيرب زول. ايه زول ده؟ زول بمعنى ينبغي، طبعا اساسه فيرب زولن ينبغي، ولازم يكون معايا فيه انفينيتيف في اخر الجملة مصدر. يبقى مثلا هستخدم الزول سو هاوز او امبت دراي تاج بلايبن، طبعا المعنى مفهوم، ينبغي ان انا اقعد في السرير او في البيت 3 ايام. كده انا بقول حاجتين، كأني برد على سؤال فو، وانت تقعد فين؟ يبقى تسو هاوز او امبت، او كمان برد على سؤال في لانج اللي هو ما المدة بدراي تاج. طيب الجملة اللي بعدها برضو نصيحة من الدكتور، الزول انا ينبغي دي تابلتن دي ميديتسين دي ميديكامنت، طبعا دي بدائل، دي تابلتن الاقراص، دي ميديتسين العلاج، دي ميديكامنت الادوية. طب فين الفيرب بقى المصدر؟ نيمن اخذ، يبقى انا ينبغي اني اخد العلاج. طيب اخد العلاج ازاي بالظبط؟ راجل ماسش بانتظام، او فوردم اسن قبل الاكل، ناخدم اسن بعد الاكل، او احدد عدد المرات اللي هي دراي مال، اخده 3 مرات. طبعا السؤال عن عدد المرات بيكون بفي اوفت، انت تاخده قد ايه او كم مره. لكن لو بسال على فوردم اسن او ناخدم اسن، يبقى السؤال بفان، امتى تاخده؟ قبل الاكل، بعد الاكل، وهكذا. ايش زول فيل فاسر كاينن تي كاينن كافيه ترينكن، هنا بدات اتكلم عن المشروبات، انا ينبغي ان انا اشرب ماء كتير، طبعا دي النصيحه ان اشرب ماء كتير. كاينن تي ودر كاينن كافيه ترينكن، لا ما تشربش بقى شاي، ما تشربش قهوه، يبقى هنا نفيد بكاينن، طبعا حاله اكوزاتيف. ايش زول فيل او كاينن سبورت ماخن، يبقى انا ينبغي ان انا امارس رياضه كتير او ما امارسش الرياضه، ده حسب الحاله الصحيه بتاعتي. لغاية كده كانت دي النصائح المقدمة من الطبيب، فعشان كده كانت كلها باستخدام زولن زائد انفينيتيف. طب انا ايه اللي لازم اعمله بقى؟ ده من نفسي. طب الدكتور خلاص كتب العلاج، يبقى ايش موس داس ريتسبت اب جيبن، انا لازم اصرف الروشتة. طب عشان اصرفها يبقى ايش موس سور ابوتيك جيهن، يجب علي الذهاب الى الصيدلية. طبعا مع الطبيب انا استخدمت تسوم عشان اداته دير، مع الصيدليه هستخدمت سور عشان الاداه دي، وطبعا احنا فاهمين السبب اللي هي حاله الداتيف، وحسب اداه كل كلمه. الطبيب اداته دير فتحول لديم فبقت تسوم، ابوتيك اداتها دي فتحولت لدير فاصبحت تسور. دلوقتي هنتكلم مع بعض بقى عن زولن زي ما فهمنا في الجزء اللي قبل كده. زولن عرفنا ان هو مضال فيرب، مضال فيرب ده معناه انه لازم بيكون معاه فيرب تاني في نهايه الجمله في الانفينيتيف.
طب هو مكانه فين؟ هو طبعا بيكون رقم اتنين بعد الضمير او بعد الفعل بتاع الجملة. يبقى انا هقول ايش زول ده التصريف دو زولست مع المفرد الغائب اير اس زي او كلمة فير لان من في الالماني بتعمل معاملة المفرد، فاميليا الاسرة بتعمل معاملة المفرد، كلمة من المرء يعمل معاملة المفرد برضو هيكون التصريف زول. مع ضمير اير انتم هتبقى زولت، مع فير وزي للجمع او زي جروس اللي هي الاحترام بستخدم زولن، وزيهم طبعا اي حاجة جمع زي كلمة الي الجميع يبقى برضو زولن. طب الفيرب ده احنا اتفقنا بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الرات النصيحة من شخص الاخر، بيعبر عن الرات شلاج اقتراح، بيعبر عن الامب فيلونج انا بديك توصية انك تعمل حاجة معينة، يبقى برضو دي في شكل النصائح. يبقى في وجود الحاجات دي في المواقف لو جالي في سؤال مواقف اي كلمة من دول يبقى انا محتاجة كلمة او فيرب زولن داخل الجملة او السؤال. طيب داخل الجراماتيك بعرفها ازاي؟ لو كتب ماين فاتر زاكت، ماين ارتست زاكت، ماين مثلا برودر زاكت، ايا كان الشخص مش فارق معي، المهم وجود كلمة زاكت يبقى هو بيقدم لي نصيحة. لو انا ببدأ جملي بضمائر المخاطب دو اير زي يبقى لازم بعدهم برضو اكتب زولن بتصريفها المناسب. او لو انا اللي بستدعي النصيحة من حد يبقى اقول له ايه؟ فاز زول ايش ماخن، ماذا ينبغي ان افعل؟ يبدأ هو يرد عليا بالنصيحة باستخدام دو او بزي طبعا جروس عادي باحترام، او هيقول لي بصيغه امر، هو انا سالتك ماذا ينبغي ان افعل، تقول لي برينج داس بوخ ميت، هات معاك الكتاب بكره، او دو زولس داس بوخ ميت برينج، سواء كده او كده الاجابه مظبوط. طيب الجزء الثاني من الجراماتيك بتاعنا بيتكلم عن ايه بقى؟ عن ضمائر الملكيه الخاصه بكل ضمير شخصي. لو انا جيت في الامثله كده قبل ما ناخد الشكل اللي قدامنا ده مكتوب فيها ايه؟ ايش هابي باوخ شمرتسن، ايه معنى الجملة؟ انا عندي الم في بطني. يبقى معنى كده ان ايه اللي بتعبك؟ بطنك تؤلمك. يبقى لا هتكلم عن نفسي بقى، يبقى هقول بطني تؤلمني. بطني اكتبها ازاي؟ يبقى انا محتاجة ضمير ملكية قبل كلمة باوخ. طب ايه ضمير الملكية المناسب لايش؟ قال لي ضمير الملكية المناسب لايش هو ماين. طيب اتصرف مع ماين دي ازاي واكتبها ازاي؟ قال لي الاول هترجع لأداة الاسم نفسه. باوخ دي اداتها ايه؟ لو فاكرين مع بعض هنلاقي اداتها دير. مع الدير لازم اتاكد من الموقع، هل الموقع في حاله نوميناتيف فاعل ولا في حاله اكوزاتيف؟ طبعا الموقع هنا في حاله نوميناتيف لان انا ما عنديش فاعل غير الكلمه دي، يبقى بالتالي هقول ايه؟ ماين، هسيب الكلمه ماين زي ما هي، ماين باوخ توت في. طب المثال الثاني ايش بينك رانك، ماين اوجه توت في. طب ليه قلت ماين؟ عشان اوجه اداتها داس، يبقى كده انا عرفت ان الكلمه اللي اداتها دير في حاله النوميناتيف والكلمه اللي اداتها داس هتستخدم معاها ماين. طيب ايش كان نيشت شرايبن، انا مش قادر اكتب، ماين هاند تود في، ايدي تؤلمني، هاند اداه ايه مع بعض؟ دي، يبقى عملت ايه في ضمير الملكيه؟ ضفت له ايه. ايش كان نيشت شرايبن ماين فينجر تون في، هنا فينجر مفرد ولا جمع؟ مين يقول؟ ايوه هتعتبر مفرد، مفرد ولا جمع؟ ها في ناس قالت مفرد وناس هتقول جمع. طب اعرف منين؟ اعرف من الفيرب، لازم على طول تبص على الفيرب لان انا قلت فينجر ممكن استخدمها مفرد ممكن استخدمها جمع. طب الفيرب هنا ايه؟ تون، يبقى اكيد كلمه فينجر هنا جمع، يبقى الارتكل الخاص بيها اصبح دي، يبقى هستخدم ماي ني. طيب اخر مثال قدامنا ايش بين كرانك دير ارتست اونتر زوخت نقط، هنعتبر ان في فراغ باوخ، يبقى الطبيب هنا هو الفاعل، اونتر زوخت بمعنى يفحص، يبقى هقول يفحص بطني. طب البطن اداتها دير، موقعها داخل الجمله دي بقى في حاله ايه؟ اكوزاتيف لان الارتست هو الفاعل بتاع الجمله، يبقى بالتالي هتتحول الكلمه من دير لدين، يبقى عملنا ايه في ضمير الملكيه؟ ضفنا له اي ان فاصبحت ماين. يبقى واضح كده من الامثله اللي قدامنا ان انا اتعاملت مع الجمل ازاي. اولا شفت مين الضمير اللي بيتكلم، ايش. طب ايش ايه ضمير ملكيتها؟ ماين. بعد ما بحدد ضمير الملكيه ده ابص على الاداه بتاعت الاسم اللي وراه، هشوف اداتها دير ولا داس ولا دي. لو الاداه طلعت دير لازم تتاكد من الموقع نوميناتيف ولا اكوزاتيف. طب لو الاداه طلعت داس هل محتاجه المجهود ده كله؟ لا، داس هتجاوب على طول ماين. طب لو الاداه دي برضو هتجاوب على طول هتبقى ماين. يبقى التفكير كله هيكون امتى؟ لو طلعت اداه الكلمه دير لازم نتاكد الاول اذا كانت هي في حاله فعل ولا حاله مفعول. ده اللي مكتوب قدامنا في الرسمه دي. يبقى الضمير الشخصي هو مين؟ ايش. طب ايه ضمائر ملكيته؟ قلنا ليه ثلاث اشكال بقى، يا اما هكتب ماين، يا اما هكتب ماينه، يا اما هكتب ماينن. امتى ماين؟ مع الكلمه اللي اداتها دير في حاله نوميناتيف فاعل، ومع الكلمات اللي اداتها داس سواء فاعل او
مفعول. طب امتى اكتب ماينه مع الاداه دي، سواء الدي فيمينين يعني مؤنث او الدي بلورال جمع، سواء نوميناتيف او اكوزاتيف فاعل او مفعول. طب امتى اكتب ماينن، دي هتكون بس مع الاداه دير في حاله الاكوزاتيف. طيب هنكمل مع بعض الجزئيه الثانيه، دي مجرد كانها امثله على بقيه ضمائر الملكيه. هاني فيزيت داين ارم اوس اير اس ديك. الجمله واضح فيها ان انا بنده على هاني، كاني بقول له يا هاني، يبقى بتكلم معاه بصيغه دو. طب ايه ضمائر ملكيه دو؟ قال لي هي هتبقى داين. هنعمل نفس اللي عملناه في اللي فات. طب داين هيبقى لها كام شكل؟ التلات اشكال، يا داين يا داينة يا داينن، برضو بناء على ايه؟ على اداة الاسم اللي بعدها. ارم اداتها دير، ابدا اقرا من اول هنا، في زي داين ارم اوس، مفيش فعل، يبقى كلمة ارم هي الفعل، يبقى بالتالي ارم هي الفعل، يبقى اداتها مش هتتغير، يبقى تفضل ايه؟ داين. طب المثال التاني، ندى في زي داين اوج اوس. طيب اوج اداتها ايه؟ داس، يبقى داين. طب عشان كده رديت هنا باس استروت. علي فيزيت داينا هاند اوس، هاند اداتها دي فاصبحت داينا، وجاوبت بزي استشلم لنفس السبب. رامز فيزيهن داين هند اوس، هنا بقى جمع هند، يبقى جاوبنا بمين؟ بداينا، وعشان كده الرد اصبح زي زند ديك. هير عادل، يبقى كده انا بتكلم صيغه احترام، يبقى بالتالي الضمير الملكيه بتاعي هيتغير، مش هينفع لا ماين ولا هينفع داين. فقال لي ضمير ملكيه الاحترام هو اير. طب ليه اتكتبت اير؟ لان كندر جمع اداتها دي بالظبط، وعشان كده جاوبت عليهم بزي هايسن سالي اوند نادر. فراو منار، يبقى كده برضو هنتكلم بصيغه احترام، في هايست ايرمان، ما اسم زوج حضرتك؟ مان اداتها دير، وهي الفاعل بتاع الجمله في الحاله دي، يبقى مش هتتغير اداتها، يبقى اير. اير هايست مازن. كندر في هايست اويري شوله، ليه قلت كده؟ كندر كوما، يبقى كاني بعملهم معامله انتم، ضمير ملكيه انتم هيكون اوير، بعد كده هشوف الاداه، شوله اداتها دي فاصبحت اويري باضافه الاي. زي هايست المطريه اوبر شوله مثلا. ندى اند وليد، يبقى برضو الكلام بصيغه اير انتم، يبقى ضمير ملكيه هيكون اوير، مظبوط. فو است اوير فاتر، فاتر اداته دير وهو الفاعل بتاع الجمله، فاوير مش هتتغير ومش هيضاف لها اي حاجه. الاجابه اير است نيشت دا. يبقى احنا في الجزئيه دي اتعرفنا على كام ضمير ملكيه؟ اتعرفنا على ضمير ملكيه دو هيبقى داين، ضمير ملكيه زي جروس هيبقى اير، ضمير ملكيه اير اللي هو ضمير انتم هتبقى اوير، مع طبعا التاكيد على اداه الاسم اللي بيلي ضمير الملكيه. طيب في الجزئيه دي احمد استكرانك، يبقى بالتالي هنا انا بتكلم عن شخص مش موجود، احمد تعبان، يبقى انا بتكلم عن ضمير اير، فضمير ملكيه اير هيكون زاين. زاين باوخ تود في، بنفس طريقة الإجابة برضو ههتم بحاجتين، الأول أحمد يبقى هو، طب إير ضمير ملكيتها مين؟ زاين، وأبدأ أشوف الأداة، باوخ أداتها إيه؟ دير، وهنا في حالة نوميناتيف يبقى زاين. نادر هات أوجن شمارتسن، نادر يبقى إير، يبقى الضمير ملكية برضو زاين، أوج أداتها إيه؟ داس، يبقى تفضل زاين زي ما هي. زاين أوج استروت أون ديك. علي جيت إست نيشت جوت، ايه معنى الجملة؟ علي صحته مش كويسة. زاينة هاند توت في، ايده بتؤلمه. طب ليه قلت زاينة؟ بالظبط، لان هاند اداتها دي. فو زند ادلز بيوشر، دا زند زاينة بيوشر، طبعا واضح انها بتكلم عن عادل، يبقى نفس الكلام، هو اير، يبقى ضمير ملكيه هيبقى زاين. طب ليه كتبت زاينة؟ عشان بيوشر جمع اداتها دي. هنلاقي في الناحية التانية نفس الامثلة بالنص، هي هي، الاختلاف في اسم الشخص اللي انا اتعاملت معاه، كان هنا اسم ولد فتعاملت بضمير ملكية زاين. طب لما تبقى بنت، هالة، ندى، مها، يبقى في الحالة دي أنا بتكلم بضمير زي، هي ملكية زي ضمير اسمه إير. هو طبعا المفروض يتكتب كلاين صغير يعني، لكن هنا أنا كاتباه جروس لأنه بداية الجملة. إير باوخ تود في، يبقى هالة تعبانة بطنها تؤلمها بنفس الأسباب. ندى هات أوج نشمارتسن، إير أوج استروت أون ديك. مها جيت اس نشت جود، ايرا هاند تود في. فو زند ندا سبيوشر، دا زند ايرا بيوشر، اهي واضحه ان هنا مكتوبه ايه؟ كلاين، اهي عشان دي مش بدايه الجمله. طيب احمد اند هالا زند شولر، يبقى كده بتكلم عن شخصين هما زي، نفس ضمير الملكيه اسمه اير، بس شوله اداتها دي، يبقى قلت ايرا دا است زي. فير ضمير ملكيه فير بقى اسمه ايه؟ قال لي اسمه انذر. طب ليه برضو كتب انذر ايه؟
لأن كلمة شولة أداتها دي. Wir sind Schüler, unsere Schule ist in Dukki. Wo ist eure Schule, ندى und علي؟ هنا بتكلم معاهم بقى، بخاطبهم. أين مدرستكم يا ندى وعلي؟ Da ist unsere Schule. يبقى هنا بتكون مدرستنا، ردوا بقى هما هيقولوا هنا بتكون المدرسة بتاعتنا إحنا. يبقى أنا الرجل بتاعتي أو القاعدة بتاعتي اللي وصلنا لها إن ضمير ملكية إيش هتكون ماين، ضمير ملكية دو هيكون داين، ضمير ملكية إير أو ضمير إس اللي هو المحايد هيكون زاين، ضمير ملكية فير هتكون أنظر، ضمير ملكية إير هيكون أير، ضمير ملكية زي سواء هي أو زي هم هتكون إير كلاين، ضمير ملكية زي جروس اللي هي الاحترام هيكون إير، بس لازم تتكتب برضو جروس زيها. ده امتى؟ لو انا بتعامل مع كلمة اداتها دير في حالة النوميناتيف الفاعل، او كلمة اداتها ده سواء نوميناتيف او اكوزاتيف. طب لو انا بتعامل مع كلمة اداتها دي سواء نوميناتيف او اكوزاتيف، الضمائر الملكية كلها زي ما احنا شايفين هضيف لها ايه في الاخر. طب لو بتعامل مع كلمة اداتها دير بس في حالة اكوزاتيف مفعول، كل ضمائر الملكية ضاف لها ايه ان في نهايتها؟ ماينن، داينن، زاينن، مش هيختلف في حاجة خالص، كله هيبقى بالاي ان. الضمير نفسه بيتحدد بناء على الشخص اللي انا بتكلم عنه. يا رب نكون لغايه كده فاهمين. كده خلصنا قاعده الجراماتيك الخاصه بالدرس. طب ايه اللي جاي بعد كده؟ دي مواقف الدرس اللي عندنا. طبعا انا حاطه باللون الاحمر الكلمه اللي تهمني اللي انا هركز عليها واحفظها. فطبعا عندي في اول جزئيه مثلا او اول مثال داين فريند است كرانك، يبقى كلمه كرانك تهمني، يعني ايه كرانك؟ مريض. صديقك مريض، يبقى انا هقول له ايه؟ جوتي بيسرونج، بالشفاء، او جيت سوم ارتست، اذهب الى الطبيب، او انصحه دو زولست سوم ارتست جيهن، انت المفروض تروح للدكتور. طيب رقم اتنين داين فرويند از ديبريميرت، صديقك محبط، يبقى هنصحه بايه؟ طبعا النصيحه ممكن تقدم باستخدام زولن او امر، فانا عملتها بالامر هنا. مخ داس لخ يوجا، مارس رياضه اليوجا اللي هي بتساعد على لخن الضحك. داين فرويند از ديك، صديقك ديك، هنا ديك مش بمعنى بقى متورم، ديك هنا بمعنى تخين، يبقى اقول له ترينك فيل فاسر فور ديم اسن، اشرب ميه كتير قبل الاكل، او مخ فيل سبورت، مارس الرياضه، وطبعا الفيرب المستخدم على سبورت مخ. داين فرويند هات شلاف شتورنجن، صديقك عنده ارق، يبقى النصيحه بتاعتي مخ دي رايت ثيرابي، مارس رياضه ركوب الخيل، او ترينك كاينن كافي او كاينن تي، ما تشربش قهوه او شاي. داين فرويند هات روكن شمرتسن، لديه الم بالظهر، ساعات بيبقى النصيحه مخ فيل سبورت، مارس رياضه كتير، او محتاج راحه يبقى مخ كاينن سبورت، او هنصحه انه يقعد في السرير بلايب ان بيت او بلايب تو هاوز، افضل شويه في البيت. دو جيبست اينن رات، هنا عملت حاجتين بالاحمر، رات الاول هعرف ان هي نصيحه، يبقى كده خلاص وصلت ان هستخدم زولن. طيب مع الرات في فيربين دو جيبست ودو براوخست. دو جيبست اينن رات، انت تعطي النصيحه، يبقى انا هوجه الكلام لحد بنصحه، يبقى قلنا يا اما باستخدام زولن في جمله اقول له دو زولست سوم ارتست جيهن، او اقول له الامر على طول جيت سوم ارتست. طيب دو براوخست اينن رات، انت تحتاج الى النصيحه، يبقى في الحاله دي هقول له فازول ايش ماخن، ماذا ينبغي ان افعل، انا اللي بطلب النصيحه، فهسال ايه اللي المفروض انا اعمله. دو فراجس نقدير ميديسين، انت بتسال على علاج، يبقى فاس هيلفت جيجن، واكتب اسم المرض، ماذا يساعد مثلا في علاج الصداع، يبقى فاس هيلفت جيجن كوبف شمرتسن. دو فراجز نقدير ثيرابي، بتسال برضو على العلاج بس بطريقه تانية، فيلش ثيرابي هيلفت دجيجن، ايه العلاج اللي يساعد في ده. دو فراجز نقدير بفندن، بتسال على الحال، يبقى في جيتس دير او في جيتس اينن، كيف حالك انت او كيف حال حضرتك. امتى بحدد مين فيهم؟ لو حدد بعدها هنا انت بتسال مين، يعني مثلا دو فراجست داينن فرايند نقدم بفندن، تسال صديقك عن حاله يبقى اقول له في جيتس دير. طب دو فراجست داينن ليرر نقدم بفندن، يبقى في جيتس اينن. اللي انا بكتبه ام بيجن اينس بريفس، بيجن بدايه الخطاب، هقول زير جيرت دامن اند هيرن، السيدات والساده المحترمين، او ليبر عزيزه، او ليبا عزيزتي فلان. طيب ام ان ذا اينس بريفس، في نهايه الخطاب، يبقى في الجروسه مع تحياتي. بالنسبه للمواقف بتاعه الترمين قلنا مهمه جدا، ويعني من الغالب بيجي فيها لازم سؤال، دو موشتست اينن ترمين اندرن، انت تريد انك تغير ميعاد،
كلمة اندرن التغيير لازم يبقى قصادها على طول فرشيبن. يعني ايه فرشيبن؟ يؤجل. ومع كلمة فرشيبن لازم يكون فيه وجود حرف الجر اوف وبعده اليوم اللي انا هأجل فيه. يعني اقول مثلا ايش موشت دينتر مين اوف فرايتاك فرشيبن، انا عاوز أأجل الميعاد ليوم الجمعة. دو موشت اينن ترمين ابزاجن، ابزاجن يلغي الميعاد، يبقى بالتالي هقول ايش كان نشت كومن، انا مش هقدر اجي، يبقى مع ابزاجن بختار نشت كومن. دو موشت اينن ترمين فير اين بارن، فير اين بارن انا عايزه اتفق على ميعاد، يبقى يا اما اقول ايش براوخ اينن ترمين، انا احتاج الى موعد، او اسال الطبيب هابن زي اينن ترمين فراي، هل لديك ميعاد فاضي، او كان ايش هايت فور باي كومن، ممكن امر عليك، اودر موس ايش اينن ترمين هابن، ولا لازم اني اخد ميعاد. طبعا هنا لو تفتكروا كان في تعبير كده وخدناه اس است درينجند، انه ضروري، يعني انا الحاله صعبه انا لازم اجي لك النهارده. يبقى احنا كده جمعنا كل المواقف الخاصه بمين، بحاله المرض او النصيحه بتاعه الطبيب ليا في حاله التعب. طبعا انا بتمنى لكم التوفيق، ولو في اي استفسار على اي حاجه في الفيديو يا ريت تتواصلوا معايا عن طريق الواتس على الرقم اللي قدامكم ده. بشكركم وبالتوفيق.